يوم النادي الاهلي ان هو يتصدر هذه المجموعه انتظارا لنتائج النجم الساحلي مع الهلال بالليل ان شاء الله. بطولات المجموعات وكباتن عشان اطلع اول او اطلع تاني، هي المهم انها تجمع نقاط حتى تصل ل تاخد مركز اول او مركز تاني، مهم جدا. اداء النادي الاهلي النهارده لا يرقى لان هو نقدر نقول مستوى النادي الاهلي الطبيعي. هنقول ليه مش مستوى النادي الاهلي الطبيعي؟ احنا لا برضو حاجه، انا ما نقولش اعذار ولا نقول تبديلات ولا هنتكلم على اللعيبه. في حاجه اسمها الرطوبه، وفي حاجه اسمها الحراره، وفي حاجه اسمها الامطار، وفي حاجه اسمها ملعب المباراه. كل دي عوامل مؤثرة. في حاجه اسمها ضغط المباريات، وفي حاجه اسمها سفر 12 ساعه. غير الضغط وغير الحاجات دي كلها يا كابتن، احنا عاوز نقول على حاجه الرئيسيه المعلمه. المعلمه ايه؟ ان انت لما تكون درجه الرطوبه 70%، يعني عديت ال 50% من درجه الرطوبه، دي معناها ان قله اكسجين. يعني ايه رطوبه؟ يعني ما فيش اكسجين. طالما ما فيش اكسجين، دي بالظبط زي لما بتروح اثيوبيا بتلاقي فوق سطح البحر، كل ما بتطلع فوق سطح البحر كميه الاكسجين بتقل، كرات الدم الحمراء عندك قليله انها تاخد اكسجين، بدرجه ان اللعيبه كلها بتحس انهم فيهم بطء، بطء في التفكير، بطء في الحركه، بطء في التمرير، بطء في الجري، مش لانهم هم بطاء، لان الرطوبه مش مأثره على الاكسجين، مفيش اكسجين، الاكسجين ده اللي بيديك الطاقه، بيخش جوه جسم الانسان، بيخش عن طريق الرئه، يطلع القلب، يوم يديك يحول لك يحرق لك المجهود بتاعك او الغذاء بتاعك على ان انت تقدر تجري سبرنت، انك تشترك بقوه، انك تنط بقوه، انك تشوط بقوه، كل او تراوغ او تقدر تستخلص كوره، كل الحاجات دي نتيجه الرطوبه في درجه حراره الجو، بالاضافه للملعب احنا شقه من هنا يعني نشوفها، ويمكن كلنا شفناها واحنا قاعدين في الاستوديو بنتكلم، ارض الملعب ما بقولش وحشه، لكن الحشيشه تقيله دايما بتمسك الكوره، فدي بتبقى تقيله برضو على استرزات اللاعبين، بتديك حمل اكتر، يعني انك اكنك بتجري في رمل، اللي الجري في الرمل غير الجري على ملعب حشيش، ملعب طبيعي، فدي برضو اثرت على الفرقه. ظروف النادي الاهلي بقى الخارجيه، اصابه وليد سليمان في الاول، اصابه لعيبه الشحات اللي ما يسافرش، النقصان دي النادي الاهلي عارف كده، المجهود انك تسافر من هنا وتطلع لزيمبابوي، تطلع لجنوب افريقيا عن طريق هراري، وصلنا هراري وطلعنا من هراري قعدنا فيها مده، وبعدين بتغير تاني لبلد تانيه، في اوتيل تاني، في مكان تاني، كل التغييرات دي ما بتديش للعيبه راحه كافية انها تستعد للمباراة. يعني ايه؟ يعني انت لو انت رحت اي مكان جديد وتروحت عشان تنام، حتى لو انت نايم في قصر، اول ليلة ما بتنامش كويس لانك لسه مش متعود. فاحنا رحنا زيمبابوي، فروحنا هراري العاصمة، بعد ما رحنا هراري وخلاص واللعيبة اتأقلموا، المباراة مش هنا، ده المباراة على بعد 450 كيلو. قوانين الاتحاد الافريقي بتقول او الاتحاد الدولي عموما، اكتر من 200 كيلو بتاخد طيارة، فانت بتاخد الطياره، فنقلنا الطياره قبل المباراه بيوم. ليله المباراه احنا ما قدرناش اللعيبه، برضو انا من هنا اقدر اقول لك النوم العميق اللي هم كده في مكان جديد برضو بيقلق شويه. تقول لي طب ليه ما راحوش من قبل كده؟ لانهم كانوا مش هيقابلوا الظروف بتاعت الفندقه او الاوتيل اللي هيقيموا فيه او الملعب اللي هيتمرنوا فيه، الامكانيات دي مش موجوده في مكان ملعب بريتينيوم في الملعب المباراه. كل الحاجات دي تجمعت النهارده، انا ما بقولش اعذار النادي الاهلي، لكن انا بديكم الواقع اللي هو فيه، وبالتالي شفنا صوره النادي الاهلي النهارده، ورغم كده ان احنا ضيعنا كتير قوي اجوال او اهداف في الشوط الثاني، كان ممكن النتيجه تتغير، هم يمكن ضاعوا فرصه ولا اثنين، لكن احنا فرصنا كانت اكتر.